عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسة جديدة مع نفين السيد ريس. جلستنا اليوم عن مراحل نمو الإنسان من بداية مرحلة وهو جنين، وهو جنين لسه في بطن مامته. رضيع، ده طفل رضيع. رضيع يشرب الحليب، رضيع يشرب الحليب، رضيع طفل رضيع، رضيع رضيع. ده طفل يلهو ويلعب، ده طفل يذهب للمدرسة ويلعب، طفل طفل طفل. ولد مراهق، مراهق مراهق. شاب شاب شاب. رجل ناضج، رجل ناضج. يتزوج، يتزوج. عجوز، عجوز عجوز. مراحل نمو الإنسان من مرحلة المهد إلى مرحلة الشيخوخة، دي أول مرحلة، هنعيدها تاني. مرحلة الرضاعة، رضيع يرضع الحليب، رضيع يرضع الحليب. طفلة، طفلة تلعب، طفلة. مراهقة، مراهقة، بنت مراهقة. شابة، شابة شابة. سيدة، سيدة سيدة. تتزوج، تصبح عجوز، عجوزة عجوز عجوزة. مراحل نمو الإنسان مهم جدا الطفل يعرف كل مرحلة واسم المرحلة اللي بيمر بيها، من مرحلة وهو لسه جنين في بطن مامته، وبعدين مرحلة الرضاعة، طفل رضيع، طفل رضيع، ولد، شاب، رجل، عجوز. ولغاية هنا تكون الجلسة انتهت، ويا رب تكون عجبتكم واستفدتوا وتفيدوا أولادكم. وانتظروني إن شاء الله جلسة جديدة مع كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.